Our jury prize to two films. Abdul Mohsen Al-Daban for Last Visit. خلقت السينما السعودية الحدث في ختام فعاليات الدورة 18 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم بعد فوز المخرج السعودي عبد المحسن الضبعان بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه آخر زيارة، والتي نالها مناصفة مع المخرج الصيني زهاي تشانغ عن فيلمه فتاة الفسيفساء. عرض فيلمي آخر زيارة في مهرجان مراكش السينمائي الدولي، والحمد لله نال جائزة لجنة التحكيم لهذه الدورة المميزة بأفلام ومنافسة محتدمة بين أفلام عدة من أكثر من دولة، وهذا النجاح وأكيد نجاح للسينما السعودية. حقيقة ما كان عندنا أي يعني أي تصور على يعني على على ممكن نحن نتوج أو لا أو نحصل على جائزة التحكيم الخاصة، ولكن كان هناك إشادة من الجميع الحمد لله بالفيلم، وكان له أصداء جميلة على المستوى الجماهيري أو على مستوى المتخصصين، والحمد لله بالفعل يعني جاءت الجائزة. وتتناول قصة فيلم آخر زيارة التي تدور في الرياض العلاقة المتشنجة بين والد وابنه، علاقة تتسم بالاضطراب حيث تحول الفجوة بين الجيلين عملية التواصل بينهما. الفيلم يحاول أن يكشف كنه العلاقة التي يمكن أن تكون بين الآباء والأبناء بطريقة ما. هناك أكثر من علاقة، علاقة الأب بابنه، علاقة الأب بالابن الذي فقد، علاقة الجد أي الأب اللي هو الأخ العم بأبنائه. يعني نحاول أن نطرح هذا الموضوع بهذه الطريقة. الجدير بالذكر هنا أن النجمة الذهبية للمهرجان الذي اختار هذه السنة تكريم السينما الأسترالية كانت من نصيب المخرج الكولومبي نيكولاس رينكونخيلي عن فيلمه وادي الأرواح. وتكمن أهمية جائزة لجنة التحكيم التي حصل عليها فيلم آخر زيارة من أهمية مهرجان مراكش الذي يعتبر من بين أبرز المواعيد السينمائية العالمية. المصطفى العسري، قناة الإخبارية، الرباط.